ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، اليوم الفيديو مختلف. اليوم التحدي بدك تطبق اللون على بعضه وتجاوب على السؤال وتربح 200 ليرة. تفضلوا يا شباب. يلا تفضلوا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا رضوان، هاي تغيير بالألوان، غيرنا كل الألوان. سمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل كل شطة. أوام 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 بسرعة. يلا اللي بعده بسرعة. عبادة كل شطة بسرعة. اللي بعده كل شطة بسرعة بسرعة. كل شطة بسرعة. برافو عليك. نعي لي سؤال من هدول الأسئلة بسرعة. هات 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 لعندي بسرعة يا محمد. ما هو الذهب الأسود؟ اسمع شوي لحد ينكرزني. ما هو الذهب الأسود؟ احتمالات. لا لا لا، في احتمالات. يلا في احتمالات. هو النفط، البترول، الألماس. الماس. لورا. يلا كل شطة. لا يا بس يا نزل لي هاي. لا لا، هاي رجعة. حطيت هاي انت. كل شطة. يلا يلا محمد نزله نزله نزل هاي نزله. ناقي سؤال بسرعة. ما هو الحيوان الذي لا يمتلك هيكل عظمي؟ ما فيه عظم ابدا. ما هو الحيوان الذي لا يمتلك هيكل عظمي؟ خيارات. السمك، الفار، قنديل البحر. قنديل البحر. برافو عليك. تربح. قبضنا. لا بيضل بطلع له. يلا رضوان شرب شطة. يلا يلا عبادة جاوب على سؤال. يلا يا عبادة، ما هي أول عملة إسلامية؟ ريال سعودي، ريال سعودي، الليرة التركية، الدينار الذهبي. دينار ذهبي. صح. برافو عليك. يلا حسون. انا كان براسي انه الازرق هون. يلا كل شطة نزل حسن. نزل كل شطة. يلا صحتين وهنا. اللي بعده هاي هون. جاوب على السؤال يا محمود. جابه. السؤال، من هو مؤسس علم الجبر؟ ابن سينا، الأصمعي، الخوارزمي. صح. برافو عليك. لا انت هيك صار كتير. انت هيك صار كتير. هاي له شكله. يلا ضل ثلاثة بس. ضل ثلاثة. يلا، من هم الأنبياء الذي بنوا الكعبة؟ خيارات. هن اثنين. اعطيني واحد منهم بابا لك اياها. من هم الأنبياء الذي بنوا الكعبة؟ واحد منهم كفي. واحد منهم كفي. هن اثنين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة،
ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. إبراهيم. بدك تقول لي إياها بأدب. سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم، برافو عليك. هو سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليه السلام. حدا نقله؟ يلا تدلل. يلا يلا يا شباب. يلا بسم الله. بسم الله. ما نخيب. جاوب على سؤال. يسعد. من هو أول نبي قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ من هو أول نبي قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ سيدنا سليمان، سيدنا نوح، سيدنا آدم. واحد، اثنين، نوح. ثلاثة لورا. لازم من هي حطها، لازم ننزل. لا، نظامية. نظامي. جلا ورا. ارجع لورا. ايه كل شطة. بس لا بخربطهم. لا لا. لا بينت لأنه نزلة. بلش. طمع بالدين. يلا. بسرعة. بسرعة. شرب شطة. نزلة. يلا رضوان. شرب شطة. يلا يلا رضوان حاج. تمام. شرب شطة. نزل القنينة. يلا حسون. يلا حسون بسرعة. جاوب على السؤال حسون. يعني معقول يعني حسن ما يربح يعني. من هو مخترع الآلة الحاسبة؟ أعطيني خيارات. ما في خيارات. عشان أنت بالذات ما في خيارات. أديسون، أرسوي، باسكال. ده قل لي شوي شوي دخل في بعض. أريسون. أديسون أنسى. أديسون، باسكال. خليه باسكال. باسكال. متأكد؟ متأكد؟ تربح 200 ليرة. نطلع ربحانين يا رجل. يلا نزلهم هدول كلهم. ايش موي عندك اللون الموف؟ يس. تمام؟ مو بوي لون الموف؟ بدك تجيبه من دونه. يلا سوان. عندك خيارين دعتيك يا عون، هدول هاد او هاد. يلا هاد او هاد. جاوب على السؤال. جابه. من هو اذكى حيوان في العالم؟ الثعلب، الذئب، الدلفين. واحد، اثنين، ثلاثة. جالوا ورا. يلا نزلة معك هون أو هون. جاوب على السؤال. لا إجباري. لا جاوب السؤال. ما هو أقدم خط اللغة العربية؟ أبجد هوز، الكوفي، أحمد عريان. أول واحد. إيش أول واحد؟ أبجد هوز. أبجد هوز. الكوفي، أحمد عريان. إيه هو أول واحد أبجد كرز. أبجد هوز. جاء على ورا. جاء على ورا. ما في أي؟ لا ما في. هون أو هون. شرب شطة. حتى اختار واحد من اثنين هون او هون. هي الموف صح؟ ايه. جاوب على السؤال يا محمد الاخير. جاوبت عليه جاوبت عليه، ما جاوبت عليه خالص. ما هي الدولة التي لم تغيب عن جميع دورات كأس العالم منذ بدايتها حتى الآن؟ البرازيل. برافو عليك. وبدون احتمالات. وهلا هيك كلياتنا بنندور على الكاميرا.
هاي الكاميرا لا هاي انا هي هاي هاي وهيك مبروك لكل الربحانين وهلا لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نحبكم بنشوفكم بتحدي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.